بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج صهيل. قال عمر الخطاب رضي الله عنه: علموا أولادكم السباحة والرماية وأمروهم فليثبوا على الخيل وثبا. حلقتنا اليوم حلقة مميزة عن رياضة قفز الحواجز، وأيضا لدينا ضيوف مميزين، ولكن قبل ما ننتقل حق ضيوفنا خلونا نشوف التعريف الخاص برياضة قفز الحواجز. رياضة قفز الحواجز هي إحدى الاختصاصات الثلاثة المعتمدة في الألعاب الأولمبية وأكثر رياضات الفروسية شهرة في قطر. قفز الحواجز أفضل ما يمثل رياضة الفروسية أمام الجمهور، فيها يجتمع كل ما يجذبنا إلى هذه الرياضة من فن وجمال أصيل وارتباط راقي تتميز به جميع الأنشطة الرياضية اللي تجمع بين الإنسان والخيل. ولا شك أن شعبية رياضة الحواجز تكمن في سهولة فهم طريقة احتساب النقاط. أسهل شيء متابعة المنافسة والاستمتاع في اجتياز الجواد الحواجز بدون أخطاء في أقصر وقت ممكن. الحديث عن قفز الحواجز ما يكتمل دون التطرق إلى دور مصممي المسارات اللي تقفز على حواجزها الخيل. قفز الحواجز من أمتع الرياضات لأنها تثير في النفس عاطفة وانفعال كبير، ولا شك أن هذا يرجع إلى أن الجواد يشبع نفوسنا بحب الجمال أكثر من أي كائن آخر، فسبحان من أبدع الخلق. أعزائي المشاهدين، بعد ما رجعنا وياكم نرحب بضيوفنا الكرام، الفارس المميز علي بن يوسف الرماحي صاحب ذهبية الأسياد وذهبية الدرة العربية. مرحبا ومسهلا بيوسف. الله يحييك يا علي. معنا أيضا الفارس المميز محمد بن ناصر الثاني. مرحبا ومسهلا أبو ناصر. الله يحييك يا علي. أبو ناصر، يا ريت لو تحدثنا عن رياضة القفز. رياضة قفز الحواجز هي رياضة تاريخية وقديمة، وهي رياضة أولمبية مثل ما تعرف. نعم. وموجودة بشكل عام رياضة الفروسية في تاريخنا ومن ضمن عاداتنا وتقاليدنا. ورياضة قفز الحواجز تتكون من روحين، هي الفارس والجواد، فلازم يتلائمون مع بعض. نعم. هذه الروحين عشان يقدرون هم يقفزون الحواجز. كم عمرها أبو ناصر رياضة القفز في قطر؟ رياضة قفز الحواجز في قطر بدأت في تقريبا أواخر الثمانينات ولا في نص الثمانينات، وما شاء الله تتطور بين كل سنة وسنة، يعني الحمد لله وصلنا اليوم لمستويات ممتازة وعالمية. طيب أبو ناصر، بالنسبة حق المشاركات، أول تشكيل لمنتخب رياضة قفز الحواجز في قطر؟ أول تشكيل المنتخب كان في الثمانينات، وما شاء الله الإنجازات كثيرة في قطر، والمشاركات الخارجية ما شاء الله ممتازة. تذكر مثلا المشاركين أو الفرسان اللي كانوا موجودين بداية تشكيل المنتخب؟ أيوة، من يحضرك مثلا اسم؟ أيوة، أتذكر منهم يعني حسين المري، ماجد الكعبي، سامي البعينين، وكثير فرسان ما شاء الله. كم عددهم تقريبا بداية تشكيل المنتخب؟ يعني تقريبا 5 أو 6 فرسان بداية المنتخب. طيب بيوسف، في معظم الرياضات فيه مسافات وفيه أرقام، كرياضة قفز حواجز هل يوجد مسافة معينة أو مثلا أرقام معينة؟ طبعا في السباقات الفلات ريس او الماراثونات في مسافات محدده. نعم. طبعا. نعم. مثل ما تعرف. نعم. الماراثون في من 80 60 100 بالكيلو. قفز الحواجز على حسب ناصب المسلك هو اللي يحدد طول المسافه والزمن المحدد للمسافه هذه، اللي هو من حاجز لحاجز، من بدا من الستارت لاين، مصمم المسلك. نعم. من الستارت لاين للفينش لاين يكون محدد طول المسافه والوقت المحدد لها. شلون تحط انت المسافه مثلا هل هي امتار او مثلا؟ طبعا هو يقيس بالمتر، بس على حسب الكورس اللي حاطه، هل هو كورس سرعه او كورس عادي مع جامب اوف اللي هو جوله التمايز.
هني يختلف طبعا، يحدد طول المسافة بعدين يحسب الزمن المسموح. بيوسف، بالنسبة حق المسافات في الرياضات الثانية، في رياضة قفز الحواجز نفس الشيء فيها مسافات معينة مثلا؟ هي مش نفس الرياضات الثانية، هي فيها مسافات اللي بين الحواجز على حسب ارتفاع الحاجز. ناصب المسلك هو اللي يحدد المسافة من حاجز لحاجز. نعم. كم خطوة للحصان اللي يسويها بين الحواجز. نعم. طبعا كل ما يتغير ارتفاع الحاجز تتغير المسافة الموجودة بين الحواجز. نعم زين، بس بالنسبة حق الارتفاعات، من الارتفاع يعني أدنى ارتفاع حق الحاجز وأعلى ارتفاع؟ طبعا أدنى ارتفاع ممكن تبدأ المبتدئين من 60 إلى 80 سنتي، والليفل البروفيشنال طبعا هو بين 155 و 160 سنتي. هذا ال 160 هاي معناته سينيور، اللي هو السينيور بيكون اولمبي، ولا احسب هو الارتفاع الاولمبي؟ الاولمبي 160. هل في رياضات الغفز في رقم معين تحطم لحد؟ وفي طبعا هو الحاجز المقدره اللي هو البريسانس، هاي اللي مثلا يكون وول الحيط او مدرج، هذا الحاجز اللي يرفعونه. اظن الريكورد تقريبا 2.43 سنتي تقريبا. طيب ابو ناصر، بالنسبه حق احنا قلنا الفارس والجواد، كيف الترابط بين الفارس والجواد من بدايه خيال او بدايه فارس مشترك في رياضه قفز الحواجز؟ طبعا الخيال لازم يوصل لدرجه معينه من التفاهم مع الجواد، وهذا ياخذ فتره معينه. يعني احنا نقول اذا الواحد شرى له جواد جديد انه اقل شيء ياخذ له 6 شهور لما يتاقلم معه، لان كل جواد يختلف عن الثاني في انواع. يعني في شيء من الخيل اللي هو الثقيل البارد، وشيء منها الحار اللي فيه دم، فكل جواد يختلف عن الثاني، وهذا ياخذ من الفارس مده معينه عشان يتاقلم ويوصل تفاهم معه. هذا كفارس يعني مبتدئ دائما ياخذ وقت على حسب الحصان. اذا كان الحصان سهل ممكن يتاقلم وياه بسرعه، اذا الحصان صعب ياخذ مده اطول. طيب ابو يوسف، بالنسبه حق اختيار الجياد، جياد غفز الحواجز، كيف يكون طريقه اختيارك شو هي الخيل الصحيح، الخيل اللي قادر يعطيك نتائج طيبه في السباقات؟ اكيد احنا كمحترفين في الفريق الاول لازم ندور الستاندر اللي احنا يعني نشوفه يعني يصلح لنا لمشاركاتنا الدوليه او الاشياء اللي احنا نبغى نسويها. يعني نشارك في بطوله عالم، اولمبياد اسياد، بطوله عربيه. نعم. طبعا المستويات مختلفه، انت تدور الحصان اللي يكون سهل يفيدك، ما في صعوبه، عنده امكانيه قفز الحواجز عاليه، حريص من الحواجز، وطبعا في النهايه هي توافق من الله ان تحصل على جواد. يعني يكون الجواد احنا عاده. نعم. انا اسمع ان الجواد يكون غير مصاب، يعني غير مصاب بس. نعم. بعد فيها اتصور فيها وعباره ما ادري، شاركنا ابو ناصر بالنسبه حق الريكوردات مثلا، وحق اخر مثلا ما توصل له الخيل مثلا من نتائج. طبعا انت لجيت تشتري حصان اول شيء في مراحل تمر فيها، طبعا تجرب الحصان اذا يصلح لك ولا لا كفارس. نعم. بعدين ترسل للطبيب البيطري يفحص عليه. نعم. بعدين تبحث في نتائجه وماضيه، يعني شو النتائج الزينه اللي سواها. نعم. وعن طريقها تشتري الخيل. بالنسبه حق الرياضات الثانيه نقول فيها فردي وفيها جماعي، هل رياضه قفز الحواجز فيها فردي وفيها جماعي؟ طبعا قفز الحواجز فيها الاثنين، يعني مثلا بطولات العالم او بطولات الأولمبيات فيها فردي وفيها الفرق. الفردي الخيال الواحد هو اللي يمثل بلاده، في الفرق طبعا هم خمس خيالات، يتكون الفريق من خمس خيالة، أربعة اللي يشاركون في البطولة، واحد يكون احتياطي لا قدر الله انصاب حصان أو خيال ما قدر انه يشارك، يكون الخامس هو الاحتياط. الخامس يعني هو الحصان يشارك، ممكن مثلا الاحتياط ممكن يشارك حصان وفارس. طيب في الرياضات الثانية ما يجوز أن مثلا حصان أو جواد يدش مثلا في أثناء المسابقة، يعني إذا مثلا انصاب جواد؟ هي طبعا هذه قبل لا تبتدي المباراة، أنت تخلي الاحتياط لين آخر يوم من المشاركة، يعني تداخل إذا انصاب حصان أو شيء قبلها ممكن أنك تبدله بالاحتياط. طيب بالنسبة حق الأرقام، هل في هناك أرقام مثلا معينة مميزة في رياضة قفز الحواجز؟
رياضة القفز ما تهتم في الأرقام، لأنه صعب إنك تجيب نفس الرقم، لأن نفس ما قلنا كل مضمار يختلف عن الثاني، وكل ناصب مسلك ينصب له مسلك غير عن الثاني ويحط له توقيت غير. ولكن الليفل الكبير اللي معروف يعني كأولمبيات وبطولات عالم والبطولات الكبيرة نفس ما قلنا متر وستين وستين سنتي. بناصر بالنسبة حق خيال قفز الحواجز من يدش وحتى انتهاء مدته أو مدة مسابقته؟ فارس من يدخل أرينة البطولة نعم يعطونا التحكيم 45 ثانية أنه يتفقد الحواجز. وبعد ما يتفقد الحواجز يذهب لجنة التحكيم يؤدي التحية، هذه معناتها أول شيء كاحترام لجنة التحكيم وأنه مستعد أنه يبدأ المنافسة، بعدها يبدأ في قفز الحواجز. يعني الحواجز راح تكون مثلاً مرقمة صح؟ نعم من هو مسلك يكون مشاه وقاس الخطوات وعرف كيف طريقة المسلك قبل لا يركب. طبعاً في رايتين للدخول اللي هي الستارت، منها من أول ما يدخل يبتدي الوقت الفارس طبعاً يقفز الحواجز، طبعاً لازم يقفزها بدون أخطاء بدون لا يطيحها يعني، ويكون ضمن الوقت الممنوح له من قبل لجنة التحكيم، يعني محددين له 70 ثانية 60 ثانية 65 ثانية لازم يكون ضمنها، إذا تعداها تحسب عليه أخطاء زمن اللي هي كل 4 ثواني بخطأ، تطيحة الحاجز بأربع أخطاء، الحرنة اللي هي الوقفة الحصان بأربع أخطاء نفس الشيء، الحرنتين استبعاد الفارس، الحرنة اللي هي عدم قفزه للحاجز. نعم. نعم في الاتجاه الصحيح. نعم عندك العلم الأحمر صغير فوق على اليمين معناته والأبيض على اليسار معناته أقفز الحاجز من هالاتجاه، دائما العلم الأحمر يكون على يدي اليمين. في حواجز مثل الحاجز المائي لازم ما يلمسه الحصان، إذا لمس الحاجز المائي تعتبر عليه أربع أخطاء لين يخلص كورسه كامل، ولازم يطلع من خط الفينش. الفينش نفس الشيء، رايتين احمر على اليمين وابيض على اليسار نفس الستارت، لازم يقطع عشان يوقف الوقت ويتحدد هل هو كان ضمن الوقت او برا الوقت. طيب بالنسبه حق عدد الحواجز بناصر، اقل شيء تقريبا تكون 8 حواجز في كلاسات معينه، واكثر شيء ممكن توصل 14 حاجز، بس على حسب نوع الشوط اللي مشارك فيه، فكل شوط يختلف عن الثاني. في اشواط اكثر فيها تقريبا 22 حاجز اللي هو الداربي، بس يعني تحتاج لأراين معينه، مثلا ارينا فيها اشياء طبيعيه، عشب، نزلات وطلعات، هذه يكون يسمونها الداربي، يكون فيها اكثر من 20 حاجز تقريبا. شكرا ابو يوسف. اعزائي المشاهدين خلكم معنا بس بعد هذا التقرير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الفارس علي بن خالد الثاني من فريق قطر لقفز الحواجز. أبو خالد، يا ريت لو تعرفنا عن عدة الفارس اللي هو الصندوق. بالنسبة للصندوق، نعم الصندوق يحتوي على جميع معدات الفارس، منها معدات تنظيف للخيل، ومنها معدات تنظيف لأدوات الخيل اللي هي الجام والجلود وكل هذا. الصندوق يحتوي على الجام اللي فيه هذه اللبادة، وهي احنا نحطها حماية لظهر الحصان تمنع احتكاك السرج في ظهر الحصان وما تؤدي الى اريحية للجوال طبعا، وهذه مكملة لها مثل جل بعد يحمي الضغط الفارس على ظهر الحصان. هنا عندنا خيبة السايس، هي تحتوي على الخوذة الفارس، نحط فيها الكرباج ونحط فيها معدات صغيرة اللي يحتاجها الفارس وقت البطولة. طبعا هنا عندنا حذاء البطولة لازم يكون جاهز للبطولات.
هذه ضمادات تنحط على رجل الحصان لحمايته طبعا من اي ضربه رجل في بعضها او ملامسه للحاجز. طبعا الضمادات راح نستخدمها في العاده في التمرين اليومي. البطولات نحتاج نحط هي تسمى بوات الخيل، نحطها هذه الاماميه وهذه الخلفيه. طبعا هذه تكون حمايتها اقوى من حمايه الضمادات، ما يؤدي ممكن لضربه الرجل الخلفيه في الاماميه او العكس، فهذه طبعا كلها تحمي قوام الحصان. كل فارس يحتاج سايس محترف لأهميته طبعا مع الخيل، ويكون عارف عدة الفارس وعارف احتياجاته كاملة، عارف الحصان ايش محتاج، وهو طبعا شيء مكمل للفارس في البطولات. أعزائي المشاهدين، بعد ما رجعنا من التغرير نستكمل حديثنا مع ضيوفنا الكرام. بيوسف، إذا طاح الفارس هل يحسب عليه أخطاء؟ طبعا هو استبعاد، إذا طاح الفارس من الحصان استبعاد. في حالات وايد الاستبعاد، مثلا مساعدة خارجية، مثلا طاح من عندك شيء عطوك إياه وانت راكب أثناء الجولة، هذا استبعاد. الحرنة مرتين استبعاد، قفز الحاجز من اتجاه غلط استبعاد، او حاجز ما يكون ضمن الكورس، تغيير المسلك او مش ضمن الحواجز اللي في المسلك استبعاد يعتبر. طيب بناصر، هل في احماء قبل البطوله؟ أكيد. الفارس يركب الجواد، يبدا بالاحماء الارضي يعني. نعم. قبل قفز الحواجز. نعم. وفي تسخين كل بطوله موجود في ميدان الاحماء حاجزين، نبتدي بارتفاعات واطيه لين ما يوصل الارتفاع الداخلي، وبعدين يدخل المضمار الرئيسي مال المسابقة. هل للخيال له مثلا رقم معين ولا؟ طبعا ايوه، قبل كل مسابقة يعني تصدر لائحة فيها ارقام كل فارس وجواده، فيدخل الفارس على الترتيب حسب ترتيبه. لكن الارقام دائما هي موجودة قبل البطولة في السيستم الكمبيوتر نفسه، في مثل القرعة تصير يحطون الاسامي، والكمبيوتر هو اللي يوزع الارقام حسب. اذا كان عندك راسين يحط لك راس في البدايه راس في النهايه، يعني عشان يكون عندك وقت مناسب انك تسخن. طيب ابو يوسف، في شروط للمشاركه في بطوله معينه مثلا محليه؟ اكيد ان حصانك يعني يكون سليم، انت عندك امكانيات انك تقفز هذه الارتفاعات اللي داخل فيها، على حسب المدرب بعد وعلى حسب لجنه التحكيم. شروط الجياد مثلا المسموح بها، ودائما لازم يكون الجواد سليم طبعا. اللي بيضيف ان قبل كل بطوله دوليه يتم فحص الجياد عن طريق لجنه طبيه. نعم. فهي اللي تقرر اذا هذا الجواد سليم ومسموح له المشاركه في هذه البطوله ولا لا. يعني هل يوجد مثلا جواز يعني أكيد. مثل اي رياضه ثانيه للماراثون عندنا السباقات السريعه عاده في جوازات حق في جواز لكل حصان، وفي التشبيه اللي هو الصوره عشان يتاكدون ان هذا الجواد نفسه، وعن طريقه يعرفون تعرف اللجنه الطبيه. والحين وصلوا للمايكرو تشيب اللي هو التشيب اللي نحط في الحصان، وعن طريقه يعرفون طبعا مسجل يكون في الاتحاد الدولي. طيب بيوسف، في عمر معين للمشاركة مثلا كبداية؟ الجواد نتكلم عن الخيال. الخيال في عمر معين يبلش فيه مثلا الخيال؟ في الاتحاد القطري الفروسية حاطين اظن من عمر 9 سنوات يبتدي الخيال، وما ياخذوا يعني يحاولوا ما ياخذون لعمر 18. اكبر صعبة لانهم يحاولون ينشئون منتخب واجيال جديدة، فمن 9 سنوات يبدون ياخذون. علي اللي يضيف ان هذه الرياضة ما ترتبط في عمر، يعني نشوف احنا ابطال العالم اعمار ما شاء الله 62 63 سنة. نعم. نعم. ولكن المقصد من هذه في الاتحاد القطري انه يجمع المواهب وهي شابة عشان يقدر يصقلها. نعم.
من هي صغيرة وتمر في مراحل التدريب اللي موفرها لهم اتحاد القطري الفروسية. ولا الرياضة بشكل عام ما يعني ما تغيرت في أي عمر. ما تغيرت في عمر ولا أنه حتى لو كان عمره مثلا في الستين في السبعين قادر يغفز ممكن. ما عنده أي مشكلة. ما عنده أي مشكلة. بناصر في عمر معين للخيل يعني ممكن الخيل يوصل مثلا العشر سنوات او مثلا 11 سنه وبعدها ممكن يتم طبعا الجياد توقيفه مثلا مشاركه تدريبها من 3 سنوات اعتقد ولكن تكون جاهزه للمشاركات الدوليه من سن 6 سنوات ولكن اعمار الخيل ما شاء الله ممكن توصل ل 20 ل 21 ولكن عمرها يعني بشكل عام الافتراضي اللي معروف يوصل لل 16-17 بعدها تاخذ الخيل يعني تقاعد. ابو يوسف مراحل تدريب الخيل بدايتها من البدايه من عمر تقريبا 2 يطلعون الخيل يشوفونها من غير خيال طبعا تكون لانها تكون مش معسوفه تقفز من يقفزونها من غير خيال طبعا اللي يسمونه فري جامب ومنها ينقون الخيل على حسب خبرات المدربين هذا الحصان مستوى عالي او واطي او انه يحتاج تدريب اكثر او مع الفتره يكون يتحسن الحصان بعدها يبتدون في عساف الخيل على حسب بعض الخيل تنعسف من عمرها 3 سنوات بعضها 2.5 على حسب احجامها اذا كانوا يبون يخلونها تكبر او لا بعد العساف يبتدون شوي شوي اول شيء هو يبتدون مع الترويض يعلمونها شلون تفهم على يد الخيال ورجل الخيال يمين يسار يبتدون ترويض معاها فتره معينه بعدين يبتدون شوي 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 القفز على الحواجز يبتدون معاها قفز حواجز صغيره في خيل عندها الاستيعاب اسرع ممكن تتطور بسرعه في القفز في خيل تاخذ وقتها يعني كل حصان له نوعيه وله تفكير طبعا وله بعد على حسب المدرب اتصور اكيد اكيد وحسب الخيال متمكن يدرب تدريب يعني اتصور ان الخيل في بدايتها من تبدا تنعسف في لها فئات سنيه يعني اشواط خاصه باعمارها مثلا 5 سنوات وال4 سنوات لكن هذه تعتبر بطولات محليه من تطلع للمستوى الدولي 6 سنوات و7 سنوات فمجبورين على العمر هذا من تتعدى سن 8 سنوات تصير لها مفتوحة كل الأشواط ممكن تشارك في أي شوط تختاره الخيال يعني في نهاية في نهاية الشوط لو أنه طاح من الخيل هل مثلا يحسب عليه خطأ أو أنه يستبعد على حسب إن كان طاف الفنش لا طاف الخط خط النهاية إيه وطاح لا ما ينحسب عليه ما ينحسب لكن لو أنه قفز آخر حاجز وطاح قبل خط النهاية طبعا استبعاد لازم من الخيال ما ينزل من الحصان يعني شوف اذا طاح نعم الحكام يعني يتغاضون انه طاح يعني بالضبط اما اذا هو نزل عمدا فهنا ممكن انه يستبعد بالنسبه حق الاخطاء شلون تنحسب هم يجمعون الاخطاء يعني الحاجز باربع اخطاء والحرنه اللي هو وقوف الحصان 4 اخطاء فمثلا خيال عنده طيح حاجزين وحرنه هذه 4 و4 8 وتزيد عليهم 4 12 كل 4 بخطا واحد نعم غير التايم فولت اذا تعدى الوقت المسموح كل 4 ثواني بخطا زمن يعني ممكن يكون طيح حاجزين وعنده تايم فولت يعني 8 اخطاء وخطا زمن يعني 9 اخطاء مجموع اخطاء طبعا خلي كل حاجز يطيح ب4 اخطاء وكل حرنه ب4 اخطاء وعن طريقها تنحسب النتيجه يعني كل حاجز ب4 اخطاء اذا حاجز وحرنه هذه 8 اخطاء ولكن لازم يطيح يعني شيء يغير الارتفاع والعرض فان طاح عرق من تحت ما ينحسب من الاخطاء اهم شيء اعلى عرق اعلى حاجز اعلى حاجز معناته اعلى عرقين اما الحواجز التحتيه مش محسوبه لا الحواجز التحتيه مش محسوبه اهم شيء تكون هي اللي فوق اللي تنحسب عليها الاخطاء وعندك حاجز الماي اللي هو مفتوح يكون لك لاين حواجز تغير عندك الماي وعندك التربل بار اللي هو المدرج فعلى حسب كل حاجز له قوانينه. نعم الماء يعني معناته لازم من وراء اذا بيقفز لازم يتخطى الحاجز كامل يعني اذا نزل بالماء معناته خطا يعتبر 4 اخطاء واللي احب اقوله في الحاجز المركب اللي اما يكون من حاجزين ولا 3 هذا ينحط عليه رقم 1 ويتقسم الى اي وبي سي ولكن كل حاجز واحد نعم كل حاجز يطيح واحد. منه ب4 اخطاء يعني كل عرق يطيح منه ب4 اخطاء ما ينحسب كحاجز واحد اذا طيحته
ولا اذا طيحت اثنين منهم مو باربع اخطاء، كل حاجز فيه باربع اخطاء. بيوسف بالنسبه حق زي فارس قفز الحواجز، طبعا زي قفز الحواجز يكون للبطولات البنطلون اللي هم نسميه احنا برجس ابيض، البطولات الرسميه، البطولات الرسميه الدوليه يعني يكون ابيض، البوت الحذاء يكون اسود، قميص ابيض، جاكيت البطوله طبعا على حسب الدوله او عندك الوان كثيره اللي اختارها. نعم، وفي الخوذه طبعا، الخوذه اللي تكون سيفتي. شكرا يا ابو يوسف. اعزائي المشاهدين، في نهايه الحلقه نشكر ضيوفنا الكرام الفارس علي بن يوسف رميحي، مشكور يا ابو يوسف، ونشكر الفارس محمد بن ناصر الثاني، مشكور يا ابو ناصر على حضوركم. اعزائي المشاهدين، اذا كان لديكم اي استفسار او ملاحظه يرجى ارسالها الى البريد الالكتروني الواضح امامكم في الشاشه، والى حلقه قادمه باذن الله.